مع القرآن في رحب السعادة تجلى فيضه بين المعاني وبالوقفات مضمون الإفادة. التفسير الموضح لسور حزب سبح مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف زاهر. الرحمن قد أهدى عبادة دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني مع القرآن في رحب السعادة تجلى فيضه بين المعاني وبالوقفات مضمون الإفادة جمعناها على حلل البيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة من المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في هذه الحلقة 13 من سلسلة التفسير الموضح لسور حزب سبح. في هذه الحلقة سنتحدث عن سورة البينة. سورة البينة أو سورة القيمة أو سورة المنفكين أو سورة لم يكن، كلها أسماء لهذه السورة العظيمة والتي بشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه المقربين القارئ الحافظ للقرآن، والذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بإتقان قراءة القرآن، أبي بن كعب رضي الله عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة، أي سورة البينة. فقال: يا رسول الله، وهل سماني الله باسمي؟ أي ذكرني ربي عز وجل باسمي هكذا أبي بن كعب؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه، استشعر أبي رضي الله عنه عظمة أن يذكره الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى عنده. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يذكرهم في الملأ الأعلى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يبين الله سبحانه وتعالى أن الذين كفروا وأهل الكتاب من اليهود والنصارى وسائر الأصناف من الأمم الكافرة بالله سبحانه وتعالى لن يكونوا أو لم يكونوا منفكين عن ضلالهم وعن كفرهم الذي هم عليه، ولا يزالون مستمرين عليه حتى تأتيهم البينة، حتى تأتيهم الحجة الواضحة. من سيأتيهم بهذه البينة وبهذه الحجة الواضحة؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، والذي وصفه ربه سبحانه وتعالى في هذه الآية فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول أرسله الله سبحانه وتعالى يدعو الناس ويرشد الناس ليخرج هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين وغيرهم من الأمم الضالة البعيدة عن طريق الحق، ليخرجهم من الظلمات إلى النور. أرسل إليهم هذا الرسول ومعه صحف مطهرة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة محفوظة من أن تقربها الشياطين، مطهرة لا يمسها إلا المطهرون، لأنها تتضمن كلام العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وهذه الصحف المطهرة فيها كتب قيمة، أي فيها أخبار صادقة وأوامر عادلة وشرائع واضحة، يعني تدل الناس على طريق الجنة وتدل الناس على الطريق المستقيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي إذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول ولم ينقادوا لهذا النبي الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، فليس ذلك بدعا من الرسل،
فليس هو بدعة من الرسل، وليس هذا الرد وهذا يعني الرفض يعني جديدا، فقد سبقهم إلى ذلك أسلافهم وأجدادهم حينما جاءتهم الأنبياء بالكتب من عند الله سبحانه وتعالى، فتفرقوا أشتاتا وأوزاعا وفرقا يعني متفرقة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، البينة التي جاء بها الرسل كانت في كتبهم التي نزلت عليهم من عند الله سبحانه وتعالى. وبماذا جاءت هذه الكتب وعلى رأسها القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى؟ بماذا جاءت؟ جاءت كلها لأجل التأصيل الأصل الذي خلقنا لأجله، وهو تحقيق العبودية لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا سواء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو الأمم السابقة أو يعني كل من جاءهم رسول من عند الله، لا يأمرهم بشيء غير هذا، تحقيق التوحيد لله وتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا يعبدوا معه شجرا ولا حجرا ولا صنما ولا قبرا ولا بشرا، تحقيق العبودية الخالصة الصافية من شوائب الشرك، مخلصين له الدين، حنفاء، مائلين عن الباطل، مائلين عن الشرك، مائلين يعني عن المعصية إلى الحق وإلى طريق الله المستقيم. وذلك دين القيمة، هذا هو الدين القيم الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة داخلة في الدين، ولكن أكد الله عليها وذكرها بعد ذكر العموم الذي هو الدين الخالص، ذكرها لأجل التأكيد عليها ولبيان أهميتها، وهذا يعني من باب ذكر الخصوص بعد العموم من باب التأكيد، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى داخلة في الصلوات ولكن أفردت بالذكر للتأكيد عليها كما في هذه الآية، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، هذه الملة المستقيمة العادلة التي غيرها اعوجاج وغيرها خروج عن الطريق المستقيم. ثم بين الله تعالى مصير من سار على هذا الدين دين القيمة ومصير من خالفه. المصير لمن كفر بهذا الدين وخرج عن هذا الدين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، مصيرهم الخلود والعياذ بالله في الجحيم والخلود في العذاب، أولئك هم شر البريئة، شر الخليقة، شر ما خلق الله هو من لم يؤمن بالله، شر ما خلق الله هو من كفر بالله، شر من خلق الله هو من يعمل بالشرك وما يسبب له إغضاب الله تعالى ودخول الجحيم والعياذ بالله. أما من آمن بهذا الدين دين القيمة وعاش عليه واستقام بنفسه وأهله وأسرته واجتهد في أن يستقيم أكثر ما أمكن ممن يحيط به على هذا الدين، فإن مصيره إلى الجنة وسيكون من خير البريئة من خير البشرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة، لأنهم عبدوا الله تعالى وحده وعرفوه ولم يشركوا به شيئا، وفازوا بنعيم الدنيا وفازوا بنعيم الآخرة. ما هو جزاؤهم؟ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، جنات إقامة دائمة، ليست جنة إقامة يوم أو يومين. إذا قلت لك ستسكن في هذا الفندق الفخم 5 نجوم 10 نجوم، ستسكن فيه ليلتين وتأكل مما لذ وطاب، ولكنك ستغادر، لكن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن أعظم نعيمها أنها جنات عدن، إقامة دائمة، خالدين فيها، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، الأبدية السرمدية، ليس فيها هرم
ولا شيخوخة ولا مرض ولا ممنوعات، ممنوع كذا، ممنوع تأكل كذا، ممنوع تشرب كذا، يعني كل ذلك يعني من نعيمها مباح للعبد بإذنه ربه سبحانه وتعالى. أولئك هم خير البريئة. أحد الصحابة نادى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا خير البرية، يا خير البرية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم. انظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعتقد أن خير البريئة وخير البشرية وسيد ولد آدم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف ذلك حقيقة، ولكنه يتواضع حينما يذكر إخوانه من الأنبياء، يتواضع لهم. فلما قال له هذا الصحابي: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم عليه السلام. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعظم نعيم أو من أعظم نعيم الجنة هو رضا الله تعالى. حينما يسكن أهل الجنة، الجنة جعلني الله وإياكم منهم، حينما يسكنون ويستمتعون بنعيمها وما فيها من ملذ وطاب، فيسألهم ربهم عز وجل: هل رضيتم؟ يقولون: رضينا يا رب، وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا أعظم النعيم وكذا وكذا. فيقول ربنا عز وجل: ألا أزيدكم يا رب؟ وهل هناك أعظم من هذا؟ وهل هناك زيادة أعظم مما نحن فيه؟ فيقول لهم الله تعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الله يجعلنا وإياكم من أهل رضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. هذا هو مربط الفرس، أن تخاف الله لكي تحصل على هذه المنزلة. لما ذكر الله عباد الرحمن قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، بما اتقوا الله، بما خافوا الله. ذلك لمن خشي ربه. اللهم اجعلنا من أهل رضاك ومن أهل خشيتك ومن أهل النعيم المقيم الذي نخلد فيه أبدا. آمين، والحمد لله رب العالمين. مع القرآن في رحب السعادة تجلى فيضه بين المعاني وبالوقفات مضمون. التفسير الموضح لسور حزب سبح مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف زاهر. الرحمن قد أهدى عباده دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني، مع القرآن في رحب السعادة تجلى فيضه بين المعاني وبالوقفات مضمون الإفادة. جمعناها على حلل البيان.